السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مشاهدينا بيشاهدونا دلوقتي على شاشة قناتنا قناة المحور قناة العائلة العربية، وأول لقاء لنا معاكم في شهر رمضان المبارك. كل عام وكل أمة العربية والإسلامية بخير ويمن وبركات، وربنا يرفع عنا الوباء والبلاء، وربنا إن شاء الله يعني يبلغنا جميعا ليلة القدر. عايز أقول لكم في بداية حلقتي، كل سنة وكل أم وكل أخت وكل زوجة وكل مغترب وكل محتاج وكلنا محتاجين للثواب، ولكن كل الناس ان شاء الله في خير، لان رمضان شهر البركه، شهر الخير، شهر الكرم. وعشان رمضان شهر الخير وشهر البركه وشهر الكرم، احنا النهارده معانا ناس بيطلعوا منكم الميزه الحلوه دي، الخصله الحلوه دي، بنديكم حسنات واحنا كمان ناخد معاكم حسنات. النهارده انا وانتوا هنرحب بضيفي الكريم استاذ سمير السيد، رئيس مجلس اداره جمعيه صادقه جاريه، وانا وانتوا بنقول له كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ سمير. وحضرتك طيبه وبسعاده وبخير وبهنا يا رب. كل سنه وكل الناس الطيبين اللي بيشوفونا من السعداء قريبين دايما لله. اسمحي لي في بدايه حلقتي قبل ما اتكلم عن صدقه جاريه، اوجه رساله مهمه جدا لمؤسسه كريمه بتقدم مساهمات عظيمه بفضل الله عز وجل. مؤسسه نبض الحياه. اه، رئيسها او رئيس مجلس ادارتها او المتحدث الاعلامي ليها الاستاذ اسلام، راجل جميل، شاب طيب، بيقدم نوع من انواع الصدقات اللي كلنا محتاجين ليها زي سقيا الماء. هو نجم من نجوم الشاشات، هو نجم من نجوم الاماكن اللي بجد اي مكان بيدخله بيحقق فيه نوع من انواع التكافل في احتياج الناس للمية. شاب جميل، ربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب، واحنا في الشهر الكريم اللي ربنا بيضاعف فيه الحسنات. دايما لما نتكلم عن الناس اللي بنشوف انجازاتها، ده بيعطينا ثقة في نفسنا قبل اي حد تاني. بنقول للناس احنا بنتعاون على البر، بنتعاون اننا بفضل الله عز وجل من باب الدال على الخير كفاعله، بدل حضرتك على عمل عظيم. عندنا النهاردة أم الأيتام. أنا الأيتام بقى في رمضان، يعني ده موضوع هام جدا. هو ده التقرير معنا دلوقتي؟ إن شاء الله. طب نخرج نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. اسم جمالات علي محمد، أم رمضان اللي ميت وسايب أربع عيال، واحنا عايزين اي حاجه تساعدنا معاه في التعليم والتربيه، وبياخدوا درس كل يوم، اي حاجه من عندهم يا رب يوسع عليكم ويديكم الصحه يا رب. اي حاجه تيجي من عندكم احنا راضيين بيها، وادكم شايفين الحاله وشايفين البيت وشايفين الاوضه اللي هي بتنام فيها يا والعيال. الدروس بتاع العيال والتعليم بتاع العيال، والاوضه دي كنتم شايفينها والله بننام احنا وهي هنا كده والعيال، وانا من ساعه ابني ما مات انا ما بسيبها خالص لحظه، وبقعد لها الصبح بشويه التليفون على الجسم، وهي بتروح المدرسه بشويه الكوشه، وعلى خيرنا خالص وربنا يوسع عليكم. والله العظيم احنا ما في خالص تحت السفر. اي حاجه تيجي من عندكم يا ابله احنا راضيين بيها، اديك شايفه الحاله قدامك اهي. والله من ساعه ما مات الدمعه بتاعتي ماني شايف. اللي تعمل فينا ويمشي علينا يا ابله احنا طالبين اي حاجه من عنده تساعدنا بس في تعليم العيال، واحنا طالبين اي حاجه تدوها لنا يا رب يوسع عليكم ويديكم الصحه وما يحرمكمش.
في العادي الناس بتشتكي من حماتها، بس دي حما والنموذج لازم نساعده، لازم نقف جنبه. يعني هي دلوقتي مش كفاية عليها فقد ابنها والوجع اللي حساه، كمان سايب لها 4 مسؤوليات مهمة جدا ومسؤوليات صعبة جدا وتقيلة جدا، وأمهم. صح أستاذ سمير ولا إيه؟ الأم بتتكلم أو الجدة بتتكلم بتقول محتاجين مساعدة في التعليم، خيركم من تعلم العلم وعلمه، وكمان بتقول محتاجة أو راضية بأي حاجة حضراتكم تعطوها لي. هي محتاج يعني أنا حاسس منها إنها محروجة، تقول إن إحنا مفيش معانا حاجة علشان ناكل ولا نشرب ولا نصرف، وإحنا في أيام كريمة بفضل الله عز وجل. إحنا لا شفنا سرير ولا كنبة يا أستاذ سمير، إحنا شايفين قاعدة على الأرض ولا. وعايز أقول لك التلاجة فاضية. حبيبتي. التلاجة فاضية، وأكيد رسالتي وصلت لحضراتكم، ودول يتامى. القرية دي فيها بالورقة والقلم، القرية دي فيها 500 أرملة. تعال انزل معايا، تعال بنفسك ننزل نعطيهم كرتونة مواد غذائية، تعالوا نساعدهم. كان هناك في معظم الشوارع أو على الطريق بعض المائدات اللي بتتعمل في السنين اللي فاتت. دلوقتي السنة دي مفيش. عارف حضرتك يعني إيه؟ يعني هم محتاجين ليك. اللي يقدر من حضراتكم يساهم معانا في 100 كرتونة، في 200 كرتونة، اللي يقدر يساهم ب 10,000 جنيه في الكراتين وإفطار صائم ما يتأخرش. الموضوع مش على قد القرية دي بس، قرية تانية وفيها حالة تانية، فيها راجل بيحكي حكاية وزوجته بتقول نفس الكلام. هنشوفهم، بس كنت عايز اقول لحضرتك اذا كانت موائد الرحمن اتمنعت عشان الظروف اللي احنا فيها، خلي انت مائدتك اللي هتحاج الله بيها يوم القيامه وتقف بين ايدينا الله بيها يوم القيامه من غير رياء ولا سمعه. كان في ناس بتعمل الموائد دي علشان يقولوا عملوا، لكن انت بينك وبين الله عز وجل هتخلي الناس تاكل ويعني تاخد الصدقه بتاعتهم من غير رياء ولا سمعه. خليهم بحو أطبخ وشبك لك كل أسبوع ويبعيش بمعيش ولدنا والله وحيط ربنا معايا قداي، وعايز أصحى وأم بس، مش عايز حاجة في الدنيا غير أصحى وأم بس. عايزين نكسب وما معناش فلوس. مناش حد الله ربنا بس، ربنا بس اللي احنا عايزين مكفلين، والعيال عايزين مصاريف وعايزين اكل وعايزين شرب وعايزين نسدد الديون اللي علينا. علينا ديون، علينا ديون يا ناس، علينا ديون عايزين نسددها. عايزين نسدد الديون اللي علينا، مشتري في ساعة ما جت الجلطة مشتري فلوس كتيرة خلصوا عليا ومش لاقي كده سدد. والله يا ابو عليا ديون 50,000 جنيه، الراجل عينه دي له 3 سنين، معايا عيل عيان بالكبد والكله تعبان والله اخر تعب. يا رب يخليكم، هو ده السكن بتاعنا اللي احنا قاعدين فيه. الله يخليكم، الله يوسعها عليكم، فيكم شر المرض ويخلي لكم ولاد، يا رب يستر عليكم.
هو لما بيجتمع المرض مع الفقر بيبقى احساس يعني بصراحه احساس مميت، وبعدين كمان لما يكون في اطفال ومسؤوليه اطفال، انا مش عارف الناس شايفه، والناس عندها يعني قلوب رحيمه، واحنا في شهر كريم. مش عارف انت عايز تقول ايه يا استاذ. انا عايز اقول اننا جمعيه صدقه جاريه مشهره تحت رقم 709 لسنه 2013، ترخيصنا في جميع فروع بنك مصر، رقم حسابنا 101 1 800 800. حضرتك مش قادر تروح البنك، موجود بفضل الله عز وجل الارقام على الشاشه علشان حضرتك تتواصل بينا ونبعت ليك مندوب لباب بيتك. المندوب ده جاي لك علشان ايه؟ اي حاجه عندك قديمه انت زهقت منها هم راضيين بيها، واحنا جمعيه صدقه جاريه راضيين بيها. حضرتك شايف انك تقدر تساهم معانا بشويه زيت وسكر، احنا راضيين بيهم. حضرتك شايف انك تقدر تساهم ب 2000 ب 3 ب 5، الباب مفتوح ليك. حضرتك شايف انك تقدر تساهم ب 10 جنيه مش هنقول لك لا، هنقول لك اهلا بيك لانهم محتاجين ليها. عندنا من بكره وبدانا امبارح في تجهيز وجبات كتيره قوي يا استاذتنا. الوجبات ولا الكراتين يا استاذ سمير؟ هقول لحضرتك. اتفضل. عندنا وجبات وعندنا كراتين. الوجبات بتكون عباره عن وجبه سخنه اللي هي افطار صائم، اللي هي افطار صائم ما شاء الله، بتوصل لناس ما بيطبخوش. لان منهم حالات نايمين في البيوت ما فيش عندهم لا ابن ولا بنت، مش هنقول ولادهم سايبينهم، لا، ما فيش عندهم ولاد يخدموهم، كبروا عاشوا، منهم اللي ما اتجوزتش وعمرها وصل النهارده 60 سنه، ومنهم اللي اتجوزت وكان عندها اولاد وماتوا. عندنا حالات تحت خط الفقر موجودين. الست قالت احنا تحت الصفر. أيوة. كلمة صعبة أوي. الست اللي كانت بتتكلم عن دين 50,000 جنيه نفسها إنها تسد جزء من دينها، الأكتر من كده نفسها في لقمة تاكلها هي وأولادها وزوجها المريض. إيه رأي حضراتكم؟ الحالات دي بنعرضها ليه؟ عشان عندنا مئات الحالات موجودة بنفس الشكل ونفس الصورة. ده بس يعني مثال بس. أيوة. أو نموذج. مثال. مثال. عندنا بفضل الله عز وجل يعني عايز أقول لحضرتك نسبة أرامل كتير جدا جدا جدا. الارامل دول محتاجين لمين؟ محتاجين لاهل الخير، الايتام يا حبايبي. ارمله عندها اولاد ايتام، الايتام دول كلهم طبعا بيكونوا موجودين علشان يسعدونا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا وكاف اليتيم اليتيم كهاتين في الجنه، واشار باصبعي السبابه الوسطى. أيوة. فانا عايزه اقول لكم يا جماعه انه كفاله اليتيم مش لازم كفاله اليتيم يبقى في دار وتصرف عليه، لا، اليتيم اللي قاعد مع امه محتاج لكم قوي. دول 50,000 جنيه دين مش حاجه كتيره على ناس كتيره لو اتجمعنا وسدينا للست دي دينها وولادها دول وزوجها المريض. انا عايز اقول كمان ان في عندنا ناس تانية مديونه، حضراتكم عارفين الايام دي ايام صعبه قوي. ولكن مهما اتكلمت عن الديون مش هقدر اني اسكت، بالعكس هكون محتاج حالات كتيره قوي. ولكن النهارده هتكلم عن المبادره اللي بداناها مع حضراتكم، 30,000 كرتونه رمضان بفضل الله عز وجل تمينا 10,000 كرتونه، محتاجين نكمل ال 20,000 كرتونه رمضان. الكرتونه سعرها 100 جنيه، يعني حضرتك ممكن تساهم ب 1000 جنيه 10 كراتين، ممكن تساهم بفضل الله ب 5,000 جنيه، شوف عدد كام من الكراتين. الباب مفتوح وعندنا انجاز بسيط كده بدانا بيه، نشوفه؟ ده انجاز عن الكراتين، يلا نشوفه بسرعه. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضراتكم في منتهى السعادة، زي ما حضراتكم دخلتوا البسمة والفرحة على أخواتكم المؤمنين والمسلمين بفضل الله عز وجل في الشهر الكريم. النهاردة بنبدأ ببادرة خير، بنبدأ بمبادرة بفضل الله عز وجل، التجهيز، تجهيز كرتونة رمضان. يا حب وخير جمعنا و30 يوم يعيش معنا، غني وفقير بعيد على صوت أذان يوحدنا.
انا عايزه كده. ده احلى حاجه ان احنا نوري الناس الانجاز ونوري فرحه الناس. مين مش عايز يحس؟ مين مش عايز انه يشوف الفرحه دي في عين حد محتاج؟ شايفين كميه السكر والزيت والناس دي؟ انا مش عايزه اقول لكم الستات دولت وهم شايلين الشنطه دي ورايحين كانهم شايلين ايه؟ دي شنطه اللحمه. دي شنطه اللحمه. دي شنطه اللحمه. دي شنطه اللحمه. تمام. لكن الكرتون، ما انا شفت العجل اللي بيتذبح يا جماعه، يعني ده من ما شاء انتاج الله. من انتاج مزرعتنا الحمد لله، مؤسسه صدقه جاريه. ان الله طيب لا يقبل الا طيب. الحمد لله. بتختار احسن حاجه عشان عندنا مزرعه صدقه جاريه الحمد لله، مزرعه خيريه 100% لوجه الله ما شاء الله. فيها تقريبا يعني حوالي مثلا عدد من البقر اجود واحسن انواع البقر بفضل الله عز وجل ما شاء الله. عندنا الحمد لله مشاريع خيريه وقف خيري كتير الحمد لله. ولكن هنرجع لموضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه، وهو كرتونه او شنطه رمضان. تمام. هتبدا بايه؟ عايز تتبرع بطن سكر، انزل اشتريه واحنا نبعت لك العربيه. عايز تتبرع بطن زيت، انزل اشتريه وهتجي لك العربيه. عايز تتبرع بكميه لحمه، اشتريها زي ما تحب، مجمده طازه، اللي تحبه الناس هيفرحوا بيه. عايز تساهم بمبلغ، رقم حسابنا في بنك مصر ومندوبنا يجي لك لغايه باب طب البيت. طب كويس حضرتك قلت لي الموضوع ده، لان انا كل معظم التليفونات اللي بتجي لي، طبعا ربنا يكرم كل المصريين وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، لكن بتجي لي تليفونات بقى من المغتربين بره. يعني انا عندي اصدقاء ليا في امريكا، وعندي مطرب جميل جدا اسمه استاذ عمرو كمال كلمني وتواصل معايا وقال لي ان هم مجموعه من رجال اعمال في امريكا عايزين عندهم هم حد مريض، فعايزين يتصدقوا مكانه بافطار صائم، يعملوا ايه؟ شوفي حضرتك، اي متبرع من خارج مصر ممكن يتبرع بطريقه سهله جدا. هي دي اهم حاجه عشان ما اعرفش اجاوب. شوفي حضرتك على رقم الحساب، تمام، على رقم حسابنا 101 1 800 800 بفضل الله عز وجل، لان انا جمعيه مرخصه وبناخد موافقه معالي الوزيره بفضل الله عز وجل، وموافقه سهله جدا مش فيها صعوبات بما ان الجمعيه نشطه. طبعا. وفي الحاله دي بنقدر ان احنا ناخد اي مبلغ يجي لنا من اي مكان. من داخل مصر ممكن حضرتك تتبرع في اي وقت، عايز مندوب يجي لك اهلا وسهلا. من خارج مصر مره ثانيه، حضرتك من خارج مصر عايز تتبرع لجمعيه صدقه جاريه، بتبعت على رقم الحساب، احنا بنقدم لمعالي الوزيره اسم حضرتك والبيانات والمبلغ بفضل الله عز وجل، وبناخد موافقه معالي الوزيره، لان مفيش اي مانع انك تتبرع، لاننا جمعيه مرخصه مشهره زي ما قلت تحت رقم 709 لسنه 2013. عايز اقول لحضراتكم ما تنسوناش، ما تنسوش الناس اللي محتاجه لحضراتكم، ما تنسوش الصدقات، وجمعيتنا صدقه جاريه اسم على مسمى. ما شاء الله. يعني لكل المغتربين اللي عايزين يبعتوا زكاتهم لبلادهم ولاخواتهم المساكين والمحتاجين في مصر، طبعا ده يعني موقف جميل منكم. واستاذ سمير اشار الى التواصل اللي هيكون ازاي. كل سنه وانتم طيبين، رمضان شهر الخير وانتم اهل الخير. شكرا جزيلا استاذ سمير السيد، رئيس مجلس اداره جمعيه صدقه جاريه. كل حضرتك كل سنه وحضرتك طيب وعيلتك وكل الناس اللي انت بترسم الفرحه على صدقه جاريه وفريق صدقه جاريه بخير والمتطوعين انا شفتهم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحفيدتي اول سنه ليا حفيدتي في ايطاليا اليسيا، كل سنه وهي طيبه. كل سنه وكل الناس اللي بتشوفنا طيبين. الحلقه الجايه ان شاء الله يكون معانا حالات اكتر ويشوف معانا مفاتيح للخير اكتر وابواب للخير اكتر. حتى القاكم، اترككم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.